انا في البدايه خالص ما كنتش مصنفه برامج دينيه خالص، يعني انا اول حاجه عملتها كان برنامج توك شو على الاي ار سي، وما كانش فيه خالص ولا فقره دينيه موجوده في البرنامج لحد ما جبت الدكتور مبروك عطيه وبدانا نعمل، وما كانتش اجتماعيه يعني بشكل صريح دينيه بشكل صريح، كانت اجتماعيه قوي لانها كانت فيما تخص مشاكل الزوج والزوجه والحياه الزوجيه والكلام ده. احنا النهارده البرامج الدينيه يمكن هتلاقيها موجوده على قنوات كتيره قوي، ويمكن تلاقي فيه تشابه في حاجات كتيره قوي في فكره انه ضيف ومذيع وتليفونات بتتاخد، والناس ما بقتش زي زمان. يعني الناس دلوقتي بقت فاهمه وعندها وعي كافي جدا انها تعرف مين اللي بيتكلم صح، مين اللي بيوجه صح، مين اللي بيوجه غلط. لانه في احيانا ممكن يجي لنا مكالمات في التليفون مثلا على الهوا تقول لك انا سمعت عن الموضوع اللي انتوا بتتكلموا عليه في قناه تانية بس باراء تانية، وانا ما بقتش عارفه فين الصح ومن الغلط. وفي حاجات كتيره جدا ممكن تبقى بتنتشر على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا فيها معلومات ممكن تكون مش صح، فالناس يحصل لها بلبله ولخبطه. فكره ان انا اجدد الخطاب الديني كمان في برنامج ليه مصداقيه والناس بتصدق المذيع اللي بتقدم او المذيع اللي بيقدم البرنامج والضيف اللي موجود معايا، دي هتفرق اكيد كتير جدا. حلقه واحده في حياتي يمكن اللي كان عليها بلبله وكان فيها اختلافات كتير وكان فيها اراء شويه غريبه علينا، وكانت هي مره واحده الحمد لله وخلاص. يعني لا بصي، كان الخلاف على فكرة انه هل الشخص لما بيتوفى هل فكرة انه اولاده ممكن يكونوا ولد صالح يدعو له وعلمه ينتفع به.